السلام عليكم. اليوم عندنا 14 بالنسبة 90 نتراسيو من هنا ونتراسيو الجهة الأخرى. هنا نبلاصيو الرجلة تاعنا توجور بالقباري هذاك. هنا بعد ما نقيناها دير الكولا لي ميلونج هذاك اللي درناه خدمناه، والله دير فيكساتور. هو تقدر دير فيكساتور وحده باسكو جوست باش تنحي باش تقتل الغبره باش لاموس تحد مليح، تقتلها بالغبره بالفيكساتور ولا بالكولا. هذه يخدم بالكولا عادي، ما في بالفيكساتور عادي. ناخذ لها لاموس كما راكم تشوفوا. بعد ما عمرنا وين فريزينا ب 90 عمرناها خدمنا درنا لاموس، دروك نزيروها بالسيرجون هادو باش ما يشد مليح، يشد بلاصتهم باش يكولو حتى يتيريو، باش بعد ما يتيريو نبلاصيو نكوليو الجهة اللي كون خدمناها بالترونسونوز اللي حشيناها باش الدور درنا بها الدورات هادوك صغار. ها كيما تشدوها باش تشد الفورم تاعها، والبلاصمون تاع اللاد فيها عندنا فيها 2 سنتيم. نحطو الدوشو تاع البلاكو تاع بياديس باش تشد 2 سنتيم هاذيك مليح. كولات الجهة اللي خدمنا فريزيناها ب 90 كوليناها بلاموس. هنا نكولو الجهة التحت الدخلانية اللي يكون فريزيناها بترونسونوز، حشيناها بترونسونوز، نكولوها بلا كول نورمال بلوندوي ما بالكولا بيرفيكس هادي، ولا بالكولا هي لوندوي خير باش تكون لابون ديرو لها لابون ديريكتومون. نعمرو لها مليح باش تدخل الداخل، يتعمروا اللي كيما فريزينا حشيناها بترونسونوز، يتعمروا مليح بلوندوي الداخل باش يكوليو كيما راكو تشوفوا.
مكاركو تشوفو بعد ما كنا وجدنا وجدنا لها لي كاباري كيفاه لافورم تاع يشد لافورم تاعها، نحطوها سم في لي كاباري تاعها باش تشد لافورم تاعها. بعد ما نرجليوها في بلاصتها جديد هي، بعد ما نشد لافورم تاعها راح تخرج لوندوي الزايده، راح تخرج من لي ترونشي هذوك اللي حشيناهم في الترونشي، راح تخرج لوندوي الزايده. راح ندير لها ديريكت البوندا، بوندا بابي عاديه، ونمسحوها مليح باش تشد بلاصتها مليح باش تكولي. واي استفسار خلوهم لنا في لي كومونتير، نجاوب لكم ان شاء الله عليهم. ما تنسوناش بالجيم، واستناونا في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.